رغم كل الظروف التي تمر بها البلاد وما أنتجته الحرب من مآس أثرت بشكل كبير على النحالين وكميات العسل المنتجة، لا يزال للعسل الشبواني ميزة يحظى بها عن غيره. فمراعي محافظة شبوة التي تحوي العديد من الوديان والمناطق تمتاز بكافة أنواع الأشجار كالسدر والسمر، والتي تشكل مصدراً رئيسياً لتغذية النحل. هنا في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، حيث تشهد هذه الأيام أكبر مهرجان تسوق لبيع وشراء العسل، يحط النحالون رحالهم بعد أن قضوا فترات طويلة في التنقل بين منطقة وأخرى للبحث عن المرعى الخاص والمناسب للنحل، ليحصلوا على عسل ذي جودة عالية. تتميز محافظة شبوة بهذا الوصفة العسل رقم واحد، وهو العلب، ويأتي إلى الأسواق سوق شبوة المركزي، يعتبر من جميع وديان وجبال وسهول شبوة، ويأتي إلى السوق هنا، ووصل سعر الدبة 5 لتر من 100,000 إلى 300,000 ريال يمني. عسل السدر أو البغية كما يطلق عليه بالتسمية المحلية، والذي يعد من أجود الأنواع، يجري تصديره بكميات كبيرة إلى المدن الرئيسية في اليمن وإلى دول الخليج وشرق آسيا ودول أجنبية أخرى. رغم أهمية منتج العسل في تعزيز الاقتصاد الوطني، إلا أنه لم يلقى حقه من قبل الجهات المعنية، إذ يشكو النحالون هنا من مشاكل عديدة تعيق عملهم وتتسبب بإضعاف عملية الإنتاج، وفي مقدمتها الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، وهو الأمر الذي شكل عائقاً كبيراً أمام تحرك النحالين وتنقلهم بحثاً عن المرعى المناسب. الديزل 12,000 الدبة، ما قدرت الناس تواصل لما كان حيث الأمطار، والأمطار قليلة في المحافظة، المحلات والدعم ماشي من الحكومة للنحالين وغير النحالين. بالنسبة لهذه السنة، بالنسبة لهذا العام، فكميات بسيطة بسبب الأعصار، ضررت الناس من الأعصار وضعف النوب والغلاء. إلى أسواق العسل في محافظة شبوة يتوافد الكثير من النحالين بمنتجاتهم المتنوعة في رحلة البيع والشراء، ليبقى كغيره من المواد، حيث يتأثر ويؤثر بالأسعار المرتفعة وانهيار العملة المحلية والأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على جميع مناحي الحياة، غير أنها أثرت بشكل مباشر على العرض والطلب بين بائع العسل والمستهلكين. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.